هذه الدنيا إذا صدق الناس ربهم في هذا الدين أعطاهم كل الخيرات، وعدهم بالنصر، قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعدهم بالسعة في الأرزاق، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وعدهم بالأمن النفسي والأمن الاجتماعي، قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعدهم بأن يجعل لهم في قلوب الناس حباً ووداً، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً، أي حباً في قلوب عباده. وعدهم أنه سوف يرعى ويحمي ذريتهم من بعدهم، والدليل على ذلك قصة موسى مع الخضر: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فسخر الله نبيا وهو موسى ووليا وهو الخضر، وفي رواية كان نبي، سخرهم الله لكي يشتغلوا بأن يهدموا جدارا آيلا للسقوط ويعيدوا بناء سخرة يعني بلا ثمن في قرية رفضت أن تطعمهم أو تستضيفهم، لكن بسبب صلاح الأبي سخر الله النبي والولي. بسبب الإيمان يحمي الله الأوطان ويحفظ لنا أمننا وإيماننا وأرزاقنا، ويجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. فعلينا أن نتمسك بهذا الدين، وأن نربي أولادنا وبناتنا، وأن نعمم الخير بأن نكون دعاة إلى الله نعلم الناس الهدى والنور. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم.